Lecture 16 المحاضرة رقم 16 في كورس اللغة الإنجليزية من البداية للاحتراف، واحنا دلوقتي المحاضرة دي نهاية المستوى الثاني، يعني المحاضرة رقم 17 إن شاء الله المرة الجاية هيبقى دخلنا في المستوى الثالث، واحنا عندنا المفروض 12 مستوى، ففي نهاية المحاضرة 100 إن شاء الله الكورس بتاعنا 100 محاضرة هنبقى خلصنا اللغة الإنجليزية كلها، هيبقى مستواك المفروض في مستوى الايلتس مستوى متقدم. نبدا المحاضره بتاعتنا مع بعض. اول حاجه ناخد جزء الفونكس، والنهارده معانا صوت الاو او لونج او اللي هو عامل نفسه حرف اليو، تمام؟ فعندنا صوت الاو الطويل لونج او، في بعض الحروف بتشكله زي يو اي بيعمل او، ويو اي كمان بيعمل او، واي دبليو بيعمل او، واو او بيعمل او. تعال نشوف اليو اي. اليو اي بيعمل الاو زي كلمه بلو بلو، لاحظ ان كلمه بلو اخرها يو اي فبننطقها بلو بلو، تمام؟ جلو جلو، كلو كلو، تيوزداي تيوزداي، يبقى بلو بلو كلو تيوزداي. بلو يعني ازرق، لون ازرق. جلو اللي هو اللزق، كلو اللي هو البصمه يعني، تيوزداي اللي هو يوم الثلاث، تمام؟ ده صوت الاو بيتعمل من حرف يو اي. تعال نشوف بعد كده حرف اليو اي. يو اي والاي دبليو. اليو اي بيعمل صوت الاو برضو زي كلمه فروت والسوت، فروت سوت، فروت سوت. فروت يعني فاكهه، سوت يعني بدله. كمان عندنا حرف الاي دبليو. الاي دبليو بيعمل صوت الاو برضو لونج او زي نيو ودو، نيو ودو، تمام؟ دو اللي هو الندى، ونيو يعني ايه؟ جديد، تمام؟ يبقى عندنا حروف اليو اي واليو اي والاي دبليو بيعملوا صوت اللونج ايه؟ او. وكمان الاو او، تعال نشوف الاو او امثله عليها زي كلمة مون، مون، زو، فود، بوت. مون القمر، زو حديقة حيوان، فود طعام، بوت اللي هو البوت، تمام؟ ده كده بالنسبة لصوت الأو. فكركم تاني إن صوت الأو أو اللونج أو بيتعمل من الحروف يو إي ويو آي و اي دبليو و او او، وخدنا امثله عليها. تعالى ناخد الشورت ستوري بتاعتنا بعنوان كلوز ات ذا زو. كلوز ات ذا زو. اتس تيوزداي اي ام ات ذا زو. النهارده يوم الثلاث انا في حديقه الحيوان. اي ام لوكينج فور كلوز، تمام؟ I see a boy in blue boots. He has fruit. Oh no, the fruit is gone. I see a woman in a new suit. She has fruit too. Oh no, the fruit is gone. I see an elephant with lot of food. Food. Suit, fruit, blue, boot, Tuesday, zoo. كل ده ايه؟ صوت اللونج او. بعض الكلمات المهمة gone اللي هي الماضي من اللي هي التصريف الثالث من go يعني ذهب او يذهب. gone. woman، woman يعني امرأة. lots of، lots of يعني كثير من. boy يعني ولد. او oh نو no. يعني ايه؟ يلا الهول يعني حاجه مش مصدقها، تمام؟
بكده خلصنا، نكون خلصنا جزء الفونكس. سهل جدا طبعا. المفروض ان في المحاضرة الجاية ان شاء الله هنخش على المستوى الثالث زي ما قلت لكم، وكتاب جديد من كتب اوكسفورد لتعليم الفونكس، وفيها طبعا اصوات حلوة جدا ومعقدة اكتر، فيها تعادات اكتر، يعني هتسهل لكم النطق بنسبة كبيرة جدا في المستوى الثالث ان شاء الله في المحاضرة ليكتشر 17. تعالوا نخش بعد كده على الجزء بتاع الفوكابولري ان يوز. تمام، ونشوف معانا ايه النهارده. النهارده معانا جزء عن كوميونيكيشنز او وسائل الاتصال. كوميونيكيشنز الاتصالات، كوميونيكيشنز يعني ايه الاتصالات. تمام، الاتصالات طبعا فيها كذا وسيله، وسائل الاتصالات كتيره جدا. في عندنا الوسائل التقليديه القديمه شويه زي الليترز، الخطابات يعني او الجوابات. فعندنا كلمه ليتر، ليتر يعني ايه؟ يعني خطاب او جواب. في طبعا الليتر ده بيبقى فيه ادريس يعني عنوان، ادريس يعني ايه عنوان. في ديت تاريخ، ديت يعني تاريخ، وبالمناسبه كلمه ديت برضو معناها بلح. تمام، فهنا ديت بمعنى عنوان، ولما بتيجي مع الفروت او الفاكهه بيبقى معناها بلح. تمام، ستامب اللي هي طبعا الطابع، ستامب. انفلوب اللي هو ايه؟ الظرف اللي بتحط فيه الليتر. تمام، ليتر بوكس طبعا اللي هو ايه؟ الكابينه اللي احنا بنحط فيها الجوابات، يعني اللي هي بتاعت البوسطه دي. تمام، طبعا دي كانت حاجات قديمه شويه ما عادتش موجوده دلوقتي بنسبه كبيره. يعني don't forget to put a stamp on the envelope، لا تنسى انك تحط stamp طابع على ايه؟ على الظرف. on the envelope don't forget to post the letter. don't forget يعني ما تنساش، to post the letter يعني تبعت الليتر بالبريد. بوست يعني ايه؟ كلمة بوست معناها بريد او يرسل بالبريد. تمام، بوست. في عندنا الحاجة الاحدث طبعا ايميل اند انترنت. الايميل والانترنت، عندنا بعض وسائل الاتصال زي كمبيوتر اللي هو الكمبيوتر طبعا، سكرين الشاشة، سكرين، كيبورد اللي هي الكيبورد او لوحه المفاتيح، ماوس اللي هو الفاره، لابتوب جهاز اللابتوب، سي دي روم يعني اللي هو ايه؟ اللي هو طبعا السيديهات. تمام، او الاسطوانات يعني. ميموري يعني ذاكره، وكلمه ستيك يعني عصايه او فلاشه يعني. ميموري ستيك يعني فلاشه او ايه؟ ذاكره. تمام، ان جيتس ا لوت اوف ايميلز فروم نيويورك. ان جيتس ا لوت اوف ايميلز يعني حصلت على، جات لها كذا ايميلات فروم نيويورك، من نيويورك. يو هاف تو بي كيرفول، لازم تبقى ايه؟ حريص. كيرفول يعني حريص. وات انفورميشن يو جيف بيبل اونلاين، لازم تبقى حريص عن المعلومات، في المعلومات اللي انت بتديها للناس عن نفسك اونلاين على الانترنت يعني. تمام، وات از يور ايميل ادريس، ايميل ادريس اللي هو ايه؟ عنوان البريد الالكتروني. وات از يور ايميل ادريس، وات از يعني ما، وات از يور ايميل ادريس ما عنوان بريدك الالكتروني. mall@cub.com مثلا، mall@cub.com. طيب بعد كده طبعا في حاجات تانية بالنسبة للاتصالات، في تليفونز اند موبايل ديفايسز، في التليفونات وفي أجهزة الموبايل، الأجهزة المحمولة. موبايل ديفايس وموبايل، إيه الفرق ما بين الاتنين؟ مع ده موبايل وده موبايل. طيب بص، كلمة موبايل ديفايس يعني جهاز، الجهاز المحمول أيا كان نوعه. هو هنا كلمة موبايل ديفايس يعني جهاز محمول،
سواء كان سمارت فون، تابلت، الحاجات التانية الجديدة دي، ايفون، مش عارف ايه، الحاجات دي كلها اسمها موبايل ديفايسز، او موبايل ديفايس يعني جهاز محمول. لكن كلمة موبايل في العموم معناها ايه؟ محمول في العموم، اللي هو موبايل الاتصالات، الموبايل الاتصالات في العموم يعني، تمام؟ فانا لما بكون بتكلم عن الاجهزة المحمولة فبقول موبايل ديفايس، لكن بتكلم عن الموبايل بصورة محددة بقول موبايل، تمام؟ تليفون، تليفون العادي، فون بوكس اللي هي كابينة التليفون، طبعا دي شوية موجودة لكن انقرضت شوية، لا يشغل في السنترالات، فون بوكس، تمام. جوان makes a lot of phone calls، makes a lot of phone calls، phone calls اللي هو ايه؟ مكالمات تليفونية يعني. make يبقى make phone calls، make phone calls. He phones his girlfriend every day، بيكلم صديقته في phones. phone هنا معناها كلمة فون فعل واسم في نفس الوقت، فون معناها طبعا تليفون، وفون معناها يتصل بالتليفون، كلمة فون معناها ايه؟ يتصل بالتليفون. يبقى he phones his girlfriend every day، يوميا. I always take my PDA with me، I never turn it off، تمام. PDA اختصار personal device assistant، Personal Device Assistant، اهو بي دي اي، Personal Device Assistant، او اللي هما بيسموه البالم توب. البالم توب ده عبارة عن جهاز زي جهاز التليفون كده، بس بنقدر نستخدمه في التليفون وكمان نستخدمه ككمبيوتر بالظبط في نفس الوقت، يعني بنستعمله في الاتنين، شبه التابلت كده شوية، بيستعمل كتليفون وبيستعمل طبعا زي الكمبيوتر او اللابتوب، اسمه بالموتوب واختصار بي دي اي او بيرسونال ديفايس اسيستنت، يعني التليفون المساعد الشخصي، مساعد شخصي، بي دي اي بيرسونال ديفايس اسيستنت، تمام. I always take my PDA with me، I never turn it off، انا ما بقفلوش ابدا، I never turn it off. What is your phone number؟ لما اجي اسال واحد عن رقمه، رقم التليفون بتاعك، What is your phone number؟ رقم تليفونك ايه؟ What is your mobile number؟ تمام، الاثنين واحد، فون نمبر او موبايل نمبر. زيرو، هنا طبعا 066530، لما باجي عاده في لما بلي املي رقم التليفون ما بيقولوش زيرو، يعني هم الامريكان ما بيقولوش زيرو، بيقولوا على الزيرو او. فهنا نلاحظ O 665 30 718، تمام. 66 ممكن أقول double 6 أو double، يعني لو في خمستين مثلا أقول double 5، تمام، وهكذا. يبقى الزيرو بقول عليها O لما بملي رقم التليفون، ولما يبقى في رقمين ورا بعض بقول double، double يعني ضعف، أو double five يعني اثنين، تمام. He is not answering his phone، هو ما بيردش على التليفون بتاعه. I leave a voicemail and I will text him أو send him a text message. Voicemail اللي هو طبعا الميل الصوتي، تترك له رسالة صوتية يعني. Text him، text him يعني يبعت له رسالة، text، فكلمة تكست معناها نص أو رسالة، بتيجي معناها نص أو رسالة أو يرسل رسالة، الاثنين بتيجي كفيرب وكنون. كفيرب معناها يرسل رسالة لشخص، زي تكست هيم برسل له رسالة، أو سند هيم ايه؟ تكست مسج، سند يعني يرسل، سند هيم تكست مسج، تمام. في بعض الاكسبريشنز الموضوع ده، هنا في conversation ما بين سو اند نيك، قال له هلو، قال له هلو اتس نيك هير، هو طبعا هنا بيتكلموا في التليفون، هلو اتس نيك هير، انا نيك، تمام. كان اي سبيك تو احمد بليز، كان اي سبيك تو
Can I speak to؟ هل أستطيع أن أتحدث إلى؟ Speak to، أتحدث إلى. Can I speak to أحمد please؟ من فضلك. I'm sorry، he is not here at the moment، هو مش موجود دلوقتي. I'm sorry he is not here at the moment. Can I take a message؟ أقدر أخذ منك رسالة يعني أوصلها له. Can I take a message؟ Can I take a message؟ تمام. Thanks. Could you just tell him I called؟ Tell him يعني اخبره أو قل له I called، إن أنا اتصلت. Tell him I called على طول، مش tell him that، يعني مش لازم أقول tell him that I called، لا tell him I called، بلغه لأن أنا إيه اتصلت. I'll call back later. Call back يعني يعاود الاتصال. I'll call back later يعني أنا أعاود الاتصال إيه لاحقا. Okay, I'll tell him، أنا بلغه. Goodbye, bye. تمام؟ يبقى speak to يعني أتحدث إلى، take a message، take a message اللي هو إيه؟ ياخد رسالة يعني أو يتملى رسالة. Tell فلان يعني يخبر فلان. Call يعني يتصل. Call back يعني يعاود الاتصال. تمام. Exercises، معنا شوية exercises. Have you got any of the things on the opposite page؟ ميك ليت يعني هو عايز يقولك ان انت هل عندك اي حاجة من الحاجات اللي قدامك دي اللي احنا خدناها. تقول what are the names of these things، كل واحد طبعا بعد ما حضر المحاضرة دي هيقول دي ايه ودي ايه، يعني هيقول كل حاجة واسمها تحتيها. طبعا سهلة جدا بس ياريت نعملها لوحدنا وطبعا منين نتدرب عليها، ده هيبين لنا احنا حفظنا الحاجات دي ولا ما حفظناها ولا ما حفظناها. تمام الجزء ده، واللي يعرف ياريت يكتب على الجهاز على الصور دي تحت الصور، ياريت ويبعتهم لنا على جروب، على الجروب الواتساب اللي احنا عاملينه، ونشوف الدنيا ماشية ازاي. تمام. Complete this phone conversation، ياريت نكمل المحادثة دي ما بين سالي ومينا. سالي هلو، هلو اتس مينا، اتس مينا انه مينا يعني اتس فلان، اتس فلان. كان اي تو امل بليز، كان اي ايه طبعا، كان اي سبيك تو احنا خدناه، كان اي سبيك تو، كان اي سبيك تو امل بليز. اي ام سبيس هي از ات هو ات ورك، يبقى اي ام ايه، اي ام سوري انا اسف. He is at work، هو في الشغل. Space the moment، طبعا ايه at the moment، at the moment في هذه اللحظة، at the moment. Can I طبعا ايه a message، طبعا take a message، can I take a message، can I take a message. It's all right، I'll space back later. إيه back later؟ طبعاً I will إيه؟ Call back later. Call back later. Okay then bye bye. تمام كده؟ سهلة إيه؟ Write down two telephone numbers that are important to you. هتكتب رقمين تليفون مهمين بالنسبة لك. طبعاً هتكتبهم ممكن تكتبهم بالحساب عادي وممكن تكتبهم بالحروف. Two email addresses that are important to you. إيميلين مهمين بالنسبة لك عشان تتعود بس تكتبهم يعني مش أكتر. طبعا التدريب. Now read them aloud. دلوقتي طبعا قولهم بصوت عالي. بعد كده answer these questions. Do you prefer to text or phone your friend؟ هل بتفضل؟ prefer to يفضل ان، هل prefer to text or phone your friend، هل بتفضل ان انت تبعت له رساله ولا تكلمه في التليفون. I prefer to، الاجابه طبعا ايه، I prefer to text، or لو انا عايز طبعا I prefer to text my friend، او واحد يقول تاني I prefer to phone my friend. تمام. Do you send more emails or more text messages، هل بتبعت رسائل ايميل اكتر ولا رسائل اكتر تكست اكتر؟ طبعا ايه واحد يقول ايه I send more emails than text messages.
او واحد يقول تاني ايه I send text messages then email. تمام then emails. تمام كده. طيب how often do you go online؟ كم مرة انت بتبقى اونلاين بتبقى على النت؟ مثلا اقول ايه 5 times a day 3 times a day 3 مرات في اليوم 4 مرات في اليوم وكذا all day طول اليوم زي ما انت شايف يعني. Do you prefer to use a laptop or a mobile device؟ هل انت بتفضل ان انت تستخدم لابتوب ولا الموبايل ديفايس؟ ممكن تقول واحد يقول ايه I prefer to use a laptop او I prefer to use a mobile device. كل واحد هو خبر. Do you often write letters؟ هل انت غالبا ما تكتب خطابات يعني او جوابات؟ No. انا بالنسبة لي no. I don't often write letters. او I often write letters. كل واحد زي على حسب ظروف. تمام؟ بعد كده نخش على الجزء بتاع الجرامر. Essential grammar essentials. هناخد النهاردة في الجرامر بتاعنا. نكمل الـ present perfect. والجزء بتاع الـ present perfect او المضارع التام هناخد فيه how long have you. كم المدة اللي انت قضيتها في حتة معينة how long. How long. How long يعني كم طول المدة يعني. كم طول المدة. حالا ناخد بعض الجمل المهمة. جيل is on holiday in London. جيل دوت شخص هو دلوقتي حاليا في اجازة في لندن. She arrived او اسم واحدة يعني. She arrived in London on Monday. هي وصلت لندن يوم الاثنين. Today is Friday. النهاردة الجمعة. يبقى خلي بالك ايه. عايزين نسأل سؤال هنا. How long has she been in London? How long كم المدة؟ Has she been in London? كم المدة اللي هي ايه اللي هي قعدتها في لندن يعني. طب احنا خدنا كلمة been يعني been اللي هي التصريف الثالث من be او يكون. كم المدة اللي كانت فيها في لندن؟ طبعا ايه كانت موجودة في لندن اهو. She has been in London. She has been in London. هي كانت في لندن. Since Monday. ممكن أقول منذ يوم الاثنين. أو four days. أو لمدة أربعة أيام. يعني شفت هنا اللي احنا عايزين نقوله. الفرق ما بين since و four. كلمة since يعني منذ. وبيجي بعديها تاريخ. يعني ممكن يجي بعدها يوم أو سنة يعني. أو شهر. تمام؟ since معناها منذ. ويجي بعدها وقت تاريخ محدد. يجي بعدها ايه تاريخ محدد. فور معناها لمدة. فور هنا معناها لمدة. وبيجي بعدها وقت عدد محدد. عدد محدد من الساعات. عدد محدد من الايام. عدد محدد من السنين وهكذا. تمام. She is in London now. The present. عشان is اهو. But she has been in London. يعني معناها ان هي كانت في لندن من فترة قريبة. ده مضارع present perfect اهو عشان فيه has been. Since Monday منذ يوم الاثنين او four days او لمدة اربع ايام. ليه؟ لان احنا قلنا راحت الاثنين رجعت ايه النهاردة الايه الجمعة. راحت الاثنين النهاردة الجمعة. يبقى دي لكام يوم؟ طبعا اربع ايام. هنا الباست. في باست هنا الجزء ده بتاع الباست. الجزء اللي بعده اللي احنا بنتكلم عنه البريزنت بيرفكت اللي هو المضارع التام. She has been in London. هي كانت في لندن. Since Monday او four days. لكن دلوقتي حاليا she is in London now. هي دلوقتي في لندن. لان احنا قلنا has been معناها ايه موجودة. لكن ما قلتش هي جت ولا لا. ما قلتش هي رجعت ولا ما رجعتش. يبقى احنا كده عندنا كلمة since معناها منذ ويجي بعديها تاريخ. وفور معناها لمدة وبيجي بعديها وقت محدد. عدد ساعات عدد ايام عدد سنين وهكذا. تمام؟ ناخد بعد كده compare ما بين ال present simple وال present perfect.
المضارع البسيط والمضارع التام. هاري از ان كندا، هاري في كندا دلوقتي، ده دلوقتي اهو النهارده. هي هاز بين ان كندا سينس ابريل، هو في كندا منذ ابريل. تمام، هو برضو دلوقتي في كندا، بس انا لما بقول ايه منذ كذا، منذ ابريل، فانا ايه جبت تاريخ قديم فاستخدمت ايه المضارع التام. Not he is in Canada since April. ما ينفعش أقول he is in Canada since April. طالما جبت since April تاريخ قديم، طالما جبت تاريخ قديم يبقى إيه لازم أستخدم المضارع التام، هو ال present perfect. طيب are you married؟ هل أنت متزوج دلوقتي يعني؟ How long have you been married؟ How long have you been married؟ كم المدة اللي أنت يعني منذ أن تزوجت يعني؟ How long are you married؟ يعني كم قد ايه؟ طبعا ما ينفعش اقول لك هاو لونج ار يو مارد، ما ينفعش اقول لك انت الجو يعني كم المده اللي اتجوزتها، ما انت ما لسه متجوز. يبقى ايه؟ هاو لونج هاف يو بين مارد، كنت متزوج الى الان يعني. تمام؟ دو يو نو سيرا، هل تعرف سيرا او ساره يعني؟ دلوقتي يعني. بط هاو لونج هاف يو نون هير؟ How long have you known her؟ كم المدة اللي انت عرفتها فيها لغاية دلوقتي، من ساعة ما عرفتها لغاية دلوقتي. ما ينفعش اقول ايه How long do you know her؟ Linda lives in London، ليندا بتعيش في لندن، دي حقيقة واضحة. طيب How long has she lived in London؟ كم المدة اللي عايشاها في لندن من ساعة ما عاشت لغاية دلوقتي. How long has she lived in London. She has lived there all her life. هي عايشة طبعا طول حياتها هناك، فبقول ايه How long has she lived in London. We have a car. احنا نملك عربية. How long have you had your car. had هنا الماضي بتاع have. How long have you had. كم المدة اللي انت عند اللي تمتلك فيها عربية. We have had it for a year. احنا بنملكها منذ سنة. How long have you? How long have you يعني كم المدة اللي انت تعمل فيها كذا. How long have you? مقارنة برضو ما بين الـ present continuous المضارع المستمر والـ present perfect continuous have been زار ing. في المضارع المستمر ده ممكن ناخده في محاضرة تانية خالص، يعني مش تبع المحاضرة بتاعتنا، لكن المحاضرة بتاعتنا النهاردة بالتحديد استخدام how long have you واستخدام since of for، ده المهم. الجزء ده بنتكلم بصورة سريعة عن الـ present continuous المضارع المستمر. I am learning German، يعني أنا دلوقتي بتعلم الألماني وما زلت بتعلم يعني. لو انا عايز اتكلم في البريزنت بيرفكت كونتينيوس في المضارع التام المستمر اقول ايه هاو لونج هاف يو بين ليرنينج جيرمان. اي هاف بين ليرنينج جيرمان فور 6 ويكس، يعني انا بتعلم الماني من 6 اسابيع وما زلت بتعلم. ده معناه التام المستمر. التام المستمر هو عباره عن المضارع التام المستمر هو عباره عن فعل حصل منذ فترة وما زال يحدث الآن، لكن المضارع التام بس مش المستمر حدث حصل منذ فترة بسيطة وله تأثير في الوقت الحالي. تقبلنا؟ It's raining، بتمطر دلوقتي، ده مضارع مستمر. It's been أو it has been، it has been يعني it's been أو it has been الاثنين واحد، بس ده اختصار. It has been raining، هي بتمطر، كانت بتمطر وما زالت. since I got up this morning، منذ يعني ايه استيقظت. يبقى هنا معنى الجمله، هنا ايه بيقول لك ان هي كانت بتمطر اول ما صحيت وما زالت بتمطر. يعني شفت المضارع التام المستمر بدا في الماضي وما زال مستمر فين؟ في الحاضر. ده المضارع التام المستمر. لكن المضارع المستمر مضارع مستمر دلوقتي حالا، ما جابش سيره الماضي خالص، ما بداش من زمان، لان هو هنا بيقول لك since I got up this morning، منذ ان استيقظت هذا الصباح. فهو عايز يقول ان انا اول ما صحيت الصبح المطر بتمطر وما زالت بتمطر. It has been raining
since I got up this morning. وهناخد طبعا ال present continuous perfect continuous بالتفصيل. ناخد بعض ال exercises المهمة. complete these sentences. Jill is in London. She has been in London since Monday. هي موجودة has been in London since Monday من يوم الاثنين. I know George. I have known him for a long time. أنا بعرفه من وقت طويل. They are married. يبقى إيه؟ لو حولتها للمضارع التام أقول إيه؟ They have been. They have been. أهو نكتب برضه عشان الناس تفهمه. They have been married. They have been married since 1983. منذ عام 1983. Brian is ill. Brian ده شخص ايه عيان. He is base ill for a week. يبقى he has been ill. هو كان عيان منذ اسبوع وما زال تأثيره يعني ليه تأثير في الحاضر. We live in this house. We is based here for 10 years. We live in this house. احنا عايشين في البيت ده. We have طبعا ايه we have been يعني احنا موجودين here for 10 years. I know Tom very well. انا بعرف توم كويس. I يبقى I have I have been طبعا هنا ما ينفعش اقول I have been. I have known him. انا بعرفه. I have known him for a long time. We are waiting for you. احنا منتظرينك. يبقى ايه we have been waiting you waiting since since تقريبا 9 o'clock او 8 o'clock دي مش باين قوي يعني. المهم since ساعة يعني since 9 o'clock since 10 o'clock وهكذا. طيب Alice works in a bank. Alice بتشتغل في بنك. She's based in a bank for life. يبقى شيء ايه she has been in a bank for she has been working in a bank for 5 years. تمام وهكذا. Make questions with how long. نعمل أسئلة باستخدام how long. Jill is in London. يبقى السؤال ايه how long has she been in London. كم المدة اللي هي ايه قاعدة في لندن. I know George. How long have you known him. Mike and Judy are in Brazil. How long have they been in Brazil. تمام. Diana is learning Italian. Diana بتتعلم انجليزي دلوقتي. How long has she been learning ايه Italian. طيب my brother lives in Germany. How long has he been in Germany? وهكذا. تمام.
تقدروا برضو تكملوا الباقيين دول، ولو في اي مشكلة قوليله، يعني قولوله على المشكلة اللي موجودة لو في حد مش فاهم حاجة في الحتة دي بالتحديد. write sentences for each picture use the words below the picture. هنكتب ده الهوم ورك بتاعكم، تقدروا تعملوه وتكتبوه وتصوروا لنا وتبعتوا لنا على الجروب. هنستخدم هنكون جملة على كل صورة ونستخدم الكلمات اللي تحت الصورة. 14 years يبقى they have been married، اهو we are married، اهو جايب لك كل المعلومات. we are married يبقى they have been married 14 years، اتجوزوا مثلا لمدة 10 سنين. تمام. I am in hospital since Sunday، انا في المستشفى منذ يوم الاحد. يبقى ايه؟ he has been in hospital since Sunday، سهل. وهكذا. For 2 hours we are watching television. يبقى ايه؟ they have been watching television for 2 hours. وهكذا. تمام. اتمنى لك كل التوفيق. تقدروا تحملوا الكتب دي من الرابط تحت الفيديو او في اول تعليق، واللي فاتوا بقية المحاضرات هيلاقيها برضو. عايز اقول لكم ان الناس بس اللي متفاعله معانا هي اللي هتدخل معانا الامتحان في اخر الكورس وهتاخد مننا شهاده. اتمنى لك كل التوفيق واشوفكم في ليكتشر 17. باي باي.